والعطاء. عصير على أيما إنسان أن يتحدث عن نفسه، لكن طالما رغبت يا أستاذ محمد، بدأت حياتي الأدبية بكتابة الشعر في سن مبكرة جدا، وكنت أنشر بعض قصائدي في مجلة الأديب اللبنانية التي كانت هي المجلة الأدبية الأولى على مستوى عربي. كان عمري في 15 عندما كنت أنشر قصائدي في الأديب، ثم في الصحف المحلية بالملاحق الأدبية في منتصف الخمسينيات. ومن خلال الشعر والأدب دخلت الصحافة. بعد فترة عملت سكرتيرا لتحرير جريدة الجهاد. كان هناك 3 صحف تصدر في الأردن، مكانها القدس. جريدة فلسطين التاريخية اليومية هاجرت من يافا إلى القدس بعد نكبة عام 1948. جريدة الدفاع كذلك جريدة تاريخية عملت سكرتيرا لتحريرها، ثم جريدة الجهاد أيضا عملت سكرتيرا لتحريرها. ثم أنشأت جريدة المنار اليومية الأستاذ كامل الشريف ومحمود الشريف، يعني أشعر بالاعتزاز بأنني أنا من دربهم على مهنة الصحافة، الأستاذ كامل والأستاذ محمود الذي أصبح فيما بعد رئيسا لتحرير الدستور ووزيرا للإعلام، وهو صديق عزيز. سنكمل الحديث بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. حلقة جديدة من برنامج منتدى الثقافة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشعر العربي المعاصر بين الحقيقة والادعاء. ضيفنا لهذا اليوم الكاتب والشاعر والناقد والإعلامي راضي صندوق. أعود إليك أستاذ راضي، كنا نتحدث عن بداياتك. الواقع الحديث في موضوع مسيرة الصحافة حديث طويل، لكن إذا أذنت لي سأسرع. تعاقدت مع الكويت في عام 1960 لإنشاء مجلة عسكرية لهم، فأنشأت مجلة حماة الوطن. كانت ثقافية بالدرجة الأولى ونسبة قليلة دراسات عسكرية، وكانت توزع من المحيط إلى الخليج. وكان يكتب فيها كبار الكتاب كالعقاد وغيره، وكبار المفكرين العسكريين، ومنهم اللواء المرحوم محمود شيد خطاب كان يكتب دراسات عنها وغيره. عنده إصدارات كثيرة ومنها عدالة السماء. بالضبط. يعني وله أيضا تاريخ الفتوحات العربية الكبرى عدة أجزاء أيضا. ثم لم يكن في الكويت تصدر صحف، كانت بلا صحف، كان مجلة العربي فقط ومجلة حماة الوطن. كان الدكتور أحمد زكي رحمه الله رئيسا للتحرير العربي، وأنا كنت رئيسا لتحرير حماة الوطن. ثم دعيت لإنشاء أول جريدة أسبوعية على مستوى خاص دون أن أتخلى عن المنصب الرسمي، فأنشأت جريدة الهدف التي لا تزال تصدر إلى اليوم. وكنت أكتبها، لم يكن في الكويت كتاب كثيرون ولا صحفيون محترفون، كنت أكتبها من الغلاف إلى الغلاف وأخرجها فنيا بحكم خبرتي في الصحافة اليومية. ثم أصدرت جريدة الوطن اليومية تصدر إلى اليوم، وأصدرت جريدة السياسة تصدر إلى اليوم، وأصدرت لحساب رابطة الأدباء الكويتيين متبرعا مجلة البيان التي لا تزال تصدر اليوم وكنت أحررها كاملا، وأصدرت لهم مجلة اسمها هنا الكويت مجانا متبرعا ولا تزال تصدر اليوم عن وزارة الإعلام باسم الكويت، مجلة شهرية. ثم عدت الأردن، أنشأت مجلة رسالة الأردن الأسبوعية لوزارة الإعلام، ومجلة هنا عمان الإذاعية للإذاعة. وبعد ذلك خرجت وأنشأت مجلة اقرأ في السعودية الأسبوعية تصدر إلى اليوم. ثم أنشأت مجلة منظمة إذاعة الدول الإسلامية وعملت أول مدير برامج لها، وتركت وغادرت إلى روما لأسباب خاصة لا أحب الخوض فيها، وأنشأت أول جريدة عربية يومية في روما
باسم الأيام الدولية، وقد استطاعت أن تصمد أمام المزايدات والإغراءات العربية المتناقضة وغير العربية 4 سنوات. اضطررت بعدها، بعد أن رفضت عروضا كثيرة لأبيع شقتي نعم مفروشة، أن أستسلم وأعلنت إفلاسي وعدت صفر اليدين. مسيرة ما شاء الله حافلة بالعطاء والنتاج. مرحلة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي شهدت انقلابا على القصيدة العربية، قاده بعض الشعراء الشباب. كيف كان هذا الانقلاب؟ كيف كانت ردود الأفعال تجاه القصيدة الحرة، أو سميت في ذلك الوقت القصيدة الحرة؟ يعني كيف كانت ردود الأفعال تجاه هذا الكائن الجديد أو هذا الدخيل على ما هو سائد؟ إذا أذنت لي أستاذ محمد وأنت تفضل. شاعر، أن أعود إلى البدايات. أنت تعلم، وكل متعمق في الحياة الأدبية والشعرية بصورة خاصة على مستوى عربي يدرك تماما أن أي حركة تجديد في الشعر أو في أي نوع من أنواع الأدبية الأخرى نعم يمكن أن ينشأ على يد فرد واحد نعم أو مجموعة قليلة من الأفراد. نعم التجديد يبدأ بإرهاصات نعم من هنا وهناك، تتواصل، تتكامل، ثم تنضج وتتحول إلى تيار متكامل. نعم قصيدة التفعيلة، من يقرأ التراث الشعر العربي سيجد في الشعر العباسي شاعر عراقي قديم اسمه سلم الخاسر، نعم له قصيدة تفعيلة، قصيدة حرة في العصر العباسي. ثم حدث تطورات للقصيدة العربية في الأندلس، الدوبيت والموال إلى آخره. نعم في بداية عصر النهضة في العشرينيات، هناك أديب فلسطيني وشاعر فلسطيني كبير كان صديقا لأحمد شوقي أمير الشعراء. هذا الأديب الفلسطيني الذي أطلق عليه أحمد شوقي اسم أو لقب أديب العربية الأكبر اسمه محمد إسعاف النشاشيبي، له قصيدة في العشرينيات هي قصيدة تفعيلة. في الثلاثينيات في الشاعر المشهور التونسي بيرم التونسي نعم اللي معروف أنه شاعر بالعامية، هو نعم شاعر بالفصيحة صاحب أساساً. قصيدة الأرض بتتكلم عربي بالضبط، وهي شعبية طبعا، هذا لم يعرف أنه شاعر قصيدة فصيحة. هذا شاعر فصيح من الدرجة الأولى، نعم وله قصيدة من الشعر الحر، قصيدة تفعيلة عام 1936. ثم هناك شاعر حضرمي كان يعيش في مصر وهو مسرحي كبير، نعم الأستاذ علي أحمد باكثير، له مسرحية كاملة، كليوباترا أو شيء من النوع، نفرتيتي أو ما أدري، أنا ذاكرتي الشيخ الآن أدركتها الشيخوخة. هذه المسرحية الكاملة هي قصيدة على الشعر الحر، كانت أيضا عام 37. ثم هناك شاعر أردني مشهور يسموه شاعر الأردن عرار، له قصيدة اسمها متى، نشرها عام 1942، وهي قصيدة تفعيلة. في العراق ظهرت إرهاصات ومحاولات كثيرة لقصيدة تفعيلة. السيدة نازك الملائكة، الشاعرة الكبيرة التي أحبها وأحترمها وأقدرها، كانت تقول إنها أول من بدأ بكتابة قصيدة التفعيلة بقصيدتها الكوليرا كوليرا نعم عام 1947. نعم لكن بعد ذلك بأسبوعين صدر ديوان لأزهر ذابلة، يمكن للمرحوم السياب، بدأ نعم تقريبا سياب، هو صدر من نفس العام يعني بعد عام أسبوعين، 47 بعد عام نفس العام. أسبوعين من الكوليرا نعم بالضبط. وكان يكتب كاتب مقدمة هذا الديوان نعم من رواد الصحافة العراقية الأستاذ رفائيل بطي، نعم معروف بطي أو بطي لا أدري، بطي نعم بطي بطي كاتب مقدمي، نعم بلفت النظر في هذا الديوان إلى قصيدة بقول هذه خارجة عن الأوزان المألوفة والقافية كذا. هل كان حبا اسم هذه القصيدة؟ ورفائيل بطي يدعو السياب رحمه الله إلى أنه
يستمر في هذه المحاولات لعل حركة جديدة تنشأ على يديه في تطوير الشعر. هذا في مقدمة موجود، وقد استمر بدر رحمه الله في هذا المجال. وأيضا كان هناك الشاعر بولندي.